مساء الهنا، ازيكم؟ ممكن بس تأكدوا لي ان الصوت واضح؟ النهاردة مش لايف علمي، النهاردة لايف طبطبة، او مش متأكدة اوي اذا كنت هطبطب بجد ولا لا، بس انا عارفة ان هو لايف فضفضة بيمثل رسائل كتير اوي من امهات اتبعتت لي، كلام كتير اوي امهات عايزة تقوله. حسيت ان هو لو اتقال ممكن امهات كتير تحس انها مش لوحدها. سامحوني ان انا مش هعرف اخد اسئلة، احمل لايف نص ساعة واجري. بس عايزة اتأكد الاول ان انتوا بدأتوا تيجوا وسامعيني وانا ابدأ على طول. طمنوني ان انتوا كويسين، طمنوني عليكم، على الولاد في الجو ده. احاول على قد ما اقدر ابص في الكومنتس من غير نظارة. خلاص انا طفيت الكونكشن بتاعت الواي فاي عشان ما تعملش ازمة. ازيك يا ولاء؟ طيب على طول عشان ما تعبش حد، مضيعش وقت حد معايا. انا بيجيلي رسائل من امهات كتير قوي وتعليقات من امهات كتير قوي عليها ضغوط وحاسه بالذنب، من امهات كتير قوي عصبيه الفتره الاخيره اكتر ما كانت عصبيه اصلا طول الوقت. يعني الديفولت بتاعنا اننا عصبيين، بس انا مؤخرا الناس بقت متعصبه على بعض اكتر من اللازم، والعيال هم دايما المخدات اللي بيطلعوا فيها الغضب. مش انتوا بس على فكره، انا مش جايه يعني اعمل فيها ملاك، والحقيقة ما حدش فينا ملاك، بس كمان ما حدش فينا شيطان. في جملة بتتبعت كتير قوي على الفيسبوك وناس كتير قوي بتقعد تعمل لها لايك من برنامج اتعرضت في برنامج قبل كده، في حد طلع مرة قال اللي ما عندوش طولة بال ما يخلفش، متسقة مع جملة تانية بيقولها برضو ناس تانية اللي هي لما انتوا مش قد التربية بتخلفوا العيال ليه. بصراحة أنا الجملة دي بشوف إنها جملة، سامحوني، هي جملة سطحية جدا. كنا بنقولها إحنا كمان قبل ما نخلف وقبل ما نتجوز، كنا بنتفرج كده نلاقي طفل مثلا شقي شوية، بيعمل حاجات كتير مامته مش واخدة بالها منه، فكنا نقول يا الناس دي مش قد التربية، بتربوا ليه؟ الحقيقة إنه مع الوقت بتخلفوا ليه؟ احنا فهمنا ان احنا ما بنخلفش يا جماعة طول الوقت بمزاجنا. ده مبدئيا، بس عشان نبقى متفقين، تلات ارباع اطفال مصر ما جوش ببلانينج، هجوم على وسائل، مش عشان الوسائل فاشلة، عشان الناس ما بتعرفش تستخدم الوسائل صح. مبدئيا ما فيش توعية صح باستخدام الوسائل، ما فيش دكتور الا قليلة قلة قليلة عنده وقت يفهمك الوسيلة دي المفروض تستخدميها ازاي، المفروض تيجي بعد قد ايه من تركيب اللولب عشان دايما تاخدي بالك منه، يوم ما انسى القرص اعوضه ازاي. فأولا مش كل الناس اللي خلفت خلفت وهي حاسبة الميعاد وعارفة ان هي النهاردة ردي وهتخلف. نمرة اتنين، مفيش حد في الدنيا بيخلف وهو 100% مستعد انه يخلف. يعني ايه اسمها ايه؟ يعني مثلا ايه التشيك ليست او يعني نقط اللي اعرف انها لو حصلت انا مستعدة اخلف؟ ايه هي الحاجات اللي الناس بتتوارثها عبر الاجيال؟ ان انا مركزة انا وجوزي في علاقة هادية، انه الحمد لله ماديا مقتدرين نصرف على البيبي، وهو ده اللي بيخلي الناس تخلف. هل في تشيك ليست تربوية، يعني لستة تربوية تقولك انتي مؤهلة تخلفي، لا انتي مش مؤهلة، انتي وحشة انها تخلفي؟ لا، مهما ذاكرنا هي فطرة. هو ايه في الدنيا البني ادم المفروض يتعلمه من غير ما حد يعلمه له؟ احنا عيالنا بيتولدوا انت بتعلميهم من اول ازاي يقوي ينطق، لغاية ازاي يبلع لجوه بدل ما يتف الاكل، لغاية ازاي يلبس الشراب، لغاية ما تدخل الحمام وبعدها ازاي تعرف تتشطف وتخرج زي اي طفلة صغيرة بتتعلم، لغاية ما تكبر تتعلم الالف به. احنا بنعلمهم كله على بسم الله الرحمن الرحيم. والحاجه اللي انا معلمتها لكش ما ينفعش الومك،
طب انا مين علمني امومه؟ في كتاب يعني منهج لو امتحنت ونجحت فيه اطلع انفع ام، ولو ما نفعتش يبقى ما ينفعش ام؟ ما حدش معاه المانيوال. طب لما هو ما حدش معاه المانيوال، الناس بتنظر على بعض عن بعد ليه؟ الجملة بتاعت اللي ما عندوش طولة بال ما يخلفش. طب ما انا ممكن يكون كان عندي طولة بال ورايقة وبرنسيسة قبل ما اجيب العيال وقبل ما اتجوز، وضغط الحياة ده كفاية الحمل. طب بلاش الحمل، طب انا حامل ومخلفة اتنين مثلا. طب ضغط الحياة، ضغط الاجواء، ازواج، ضغط الفلوس. يا جماعة احنا بنتكلم النهاردة في ام عندها ازازة اللبن ب 40 جنيه، يعني اللي بيشرب ابنه كوباية لبن في اليوم وهو عنده، استغفر الله العظيم يا رب، وهو عنده طفل واحد محتاج اضربه العشرة، محتاج 300 جنيه للطفل لو هيشرب كوباية واحدة شهريا. يعني اللي عنده طفلين وبيشربهم كوبايتين لبن زي ما هما المفروض يشربوا محتاج 1200 جنيه في الشهر بند لبن، غير بند ايجار واكل وشرب وحياة وخروجات وادوية وعلاج. النهاردة كشف الدكتور بقى بكام؟ بتروحي كشف الدكتور بكام وتحطي عليه علاج للطفل بكام؟ وترجعي تدفعي في الاستشارة كام؟ فاكرين الأيام بتاعت الاستشارة اللي ببلاش دي؟ فاكرين؟ أيام الذهبية دي. فما يجيش حد النهاردة قاعد حاطط رجل على رجل، ما رباش عيال، يقولك لأ أنا وأنتوا مش قد العيال، ما تعرفوش تربوا. أنتوا بتعملوا إيه في الأمهات؟ اللي ما عندوش طولة بال ما يخلفش، عملها أندو إزاي؟ يعني انا ضغوط الحياه ضغطتني اعملها اندو ازاي بقى؟ يعني اشيلها ازاي؟ موضوع ان انا خلفت دي امسحها اعمل كنترول الت ديليت ازاي؟ ما انا معاهم، علموني ازاي بقى اهدى، ساعدوني، وبدل ما بتلوموا عليا انا حركوا المجتمع. يعني اتكلموا عن الناس اللي ما بتعملش شغلها، اتكلموا عن الزحمه اللي بتعطلني ساعات، اتكلموا عن المنظومة الرياضية اللي بتخليني اقف في التمارين وادفع فلوس دم قلبي في التمارين وضيع نص اليوم. اتكلموا عن التعليم والمنظومة التعليمية ازاي تبقى احلى. قول افكار، مش عيب نقول افكار ازاي التعليم يبقى احلى، عشان ما اقعدش اقري مع العيال واعيد وازيد واذاكر طول النهار. فادوني افكار تخليني اطبخ اسرع. انا بس عندي سؤال، هي الام دي مطلوب منها الاستيعاب، تستوعب الطفل وتبقى طول الوقت قاعده كده على الليزي بوي؟ ما هي لذيذه، هي قاعده طول النهار على الليزي بوي، رجلها في ميه وميه ورد وايديها بيتعمل لها باديكير، فقاعده هاديه جدا وراها موسيقى هاديه والتكييف شغال، وبتستوعب كل طفل بيعيط وكل طفل بيزن وكل طفل مش عايز ياكل اكله وكل طفل بيستهبل مش عايز يخلص الواجب، وكل مدرب بيكلفت التمرينة، وكل مدرس بيتعصب على الولد بدون اي وجه حق، وكل راجل جاي من شغله مش طايق نفسه وبيتخانق. ده غير هرموناتها. يعني احنا كستات مطالبين مش بس نستوعب الكوميونتي، احنا مطلوب مننا نستوعب نفسنا. يا جماعة احنا عندنا تقلبات هرمونية والله العظيم مكتوبة في العلم. ده غير قلة النوم، هي مش نايمة أصلا. طب صحوها، صحوها من النوم كده بس، ادوها ساعتين نوم وشوفوا، شوفوا أحلى استيعاب هيطلع منها ازاي. فهل الست دي مطلوب منها تفضل 24 ساعة ست متفهمة وكيوت؟ مش مطلوب من الأطفال على قد سنهم يبقوا متجاوبين وبيساعدوا؟ مش مطلوب من الجدات والأهالي والخالات والعمات يعملوا دورهم؟ عشان هما مش بس في البطاقة، هما ليهم دور في التربية، ليهم دور في مساعدة الأم، ليهم دور كبير جدا مش بس كنصايح استشارية. استشاري عارفة اللي هو انت وظيفتك ايه في حياتي؟ استشاري. بتقولي انت مش حلو، طب ما تساعديني. يعني في امهات في جدات جميلة تقولك هاتي الولد انا اشيله وانت ادخلي نامي، هاتي البنت وانا النهارده طول اليوم انت شايلاني وانا بشتغل، مع شايله بنتي وانا بشتغل. ربنا يخليهم لنا. بس مش في دور للمجتمع بتاعنا نقول له اعمل معانا عشان الست دي تبقى لطيفة؟ طيب هي الست دي لما بعض الناس بتوع التربية الإيجابية وبعض الناس اللي بيطلعوا على التلفزيون، والله بقول بعض مش بقول كل، لما بعض الناس دول بيجوا يقعدوا كده على السوفا هادين جدا حاطين رجل على رجل ويقولوا لك لا لو ابنك قال لك كذا اعملي كذا،
عدي من 1 لـ3 وخدي نفس عميق وطلعي النفس العميق وفكري، انزلي على ركبك بصي له في عينه على مستوى نظر. والله العظيم انا ما شايفه ان هم وحشين، هم جمال. ودي ممكن اعملها ساعات لما تبقى الغزاله رايقه، انما في الحياه العاديه 24 ساعه. ماما اختي ضربتني، ماما انتي هي مش بتقولك اختي ضربتني وانتي قاعده هاديه بتعملي ضوافرك، هي بتقولك اختي ضربتني وانتي واقفه على الحوض والاكل على النار وخايفه يدخلوا لحسن حد يتقلب عليه طاسه الزيت تبقى مصيبه، والميه بتقطع، وبتكلمي البواب ما بيردش عليكي، وكلمتي السوبر ماركت عشان واقفه على برطمان الصلصه ومحدش جه، مديرك في الشغل مقدرك قبل ما ترجعي، وعندك شغل لازم يخلص هتنيمي العيال دي وتطبقي عليه، عندهم هوم وركس لسه هتقعدي معاهم وتقري في الكتب، راجعه من تمرين بتجري عشان حاجه تانية، مامتك بتكلمك في التليفون. ما انت عندك ادوار كتير. مش انا عندي ادوار كتير كست؟ انا مولوده كده يعني، بصحى الصبح الله فراشات، يلا حبايبي نعمل بانكيكس ونجري ورا بعض في البيت. ما هي الحاجات المثاليه اللي بتطلع على السوشيال ميديا دي اللي خربت الدنيا. بمعنى انه انا لما بدي اكزامبلز مثاليه قوي، ان البيوت دايما نظيفه وبتبرق وبنبيضها كل سنه، والديكورات دايما بوهو يا اما كوزي وجميله، والغسيل دايما متطبق وبينشف. احنا دلوقتي اقصى طموحنا ان الغسيل ينشف اصلا، والعيال مستحمين ولذاذ وبيتكلموا لغات، والحياه جميله، وبننزل نتمشى في جاردنز. وروا ولادكم الشمس، انتوا ليه ما بتوروش ولادكم الشمس؟ طب ما تخليكم واقعيين وانتوا بتقولوا وروا ولادكم الشمس، اديها حلول، اديها حلول، ما تبقاش مكلفه يا جماعه. حتى الاسره المتوسطه النهارده خروجه العيال بقت عليها حاجه صعبه، انا مش بتكلم عن الغلابه، اديها حلول تخرج فيها اولادها. عارفه انت لو طلعتي قلت لها اقعدوا في السطح، حطوا حصيره، اقعدوا في السطح على المغربيه، وجيبوا كوبايتين شاي وحاجه ليالي يلعبوها، هتبقي نفعتيها، هتحب بيتها، هتحب السطوح بتاعها، هتطلع تقعد فيه وهي مبسوطه وراضيه بنعمه ربنا، وكلهم يفكوا، كل الناس تاخد نفس. انت ما احنا مش كل الناس تقدر تروح تتفسح في جاردنز. خلينا بس واقعيين. فالست عندها ادوار كتيره مطلوبه منها. قبل ما اطلب من الست حاجه لازم افكر ان الست دي نمره واحد بقى عندها شغل، مش عشان هي النهارده جايه تثبت حقوق المراه، هي مش من جمعيه المراه المتوحشه. يا جماعه الزمن ده اختلف، احنا ما بنشتغلش عشان نثبت نفسنا، احنا بنشتغل عشان الحياه لازم تمشي. احنا بنشتغل، في ناس بتشتغل 90% من الستات بتشتغل عشان فلوس، خلينا واقعيين. فاللي بتسيب ولادها في الحضانه عشان محتاجه تدفع مع جوزها في حاجه في الايجار، او تساهم في حاجه، او عايزه ولادها بس يتربوا او يتعلموا كويس بس على الاقل عشان يقدروا يشتغلوا ويعيشوا او يتعالجوا من غير ما يتبهدلوا، فبتنزل تشتغل، دي ست تشكر. ما نروحش نقول لها انت بترمي ولادك في الحضانه ليه؟ هي ترميهم، هي لو عليها عايزه تقعد في بيتها تحط رجل على رجل. فاكرين انها نازله من بيتها كل يوم عشان تثبت ان قاسم امين كان عنده صح وجهه نظر؟ هي وهي نازله كل يوم بتحاسب على قاسم امين اول واحد. وانا بهزر، مش قصدي حاجه، ولا بتكلم على قضيه المراه اصلا، انا بس عايزه اقول انه الست بتنزل 90%، مش هنضحك على روحنا عشان مش هينفع نخسر المرتب ده في البيوت، 10% وده مش عيب، علشان هي محتاجه تبقى بتعمل حاجه، عشان هي محتاجه تبقى مفيده، محتاجه عشان بنيانها النفسي يبقى سليم، عشان ما تطلعش قرفها على العيال، عشان ما تتخانقش مع جوزها كل يوم، عشان هي مفيده فعلا فالبشريه محتاجاها. كل ده مش عيب، الست دي بتعمل ده، زائد عندها مواصلات، مش كل الناس في عربيات، يبقى برضه نفكر على قد الناس، على قد ظروف البشر. انا بكلم والله كتير من الانفلونسرز والبلوجرز والناس اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا والناس اللي بتطلع تنظر على التلفزيونات، انتوا بتعملوا ايه؟ بتحبطوا البني ادمين بس، والله العظيم الامهات كلها فاض بيها، مش كلها، انا معرفش كل الامهات، بس كتير جدا من الامهات فاض بيها، بيكلموني مش عارفين يعملوا ايه، في مشكلة في الانترنت. سوري. فانا اول حاجة اعرف ان الست دي عندها شغل، ده مش قليل. طب انا ست قاعدة في البيت ما بشتغلش، ده معناه ان انا فاضية؟ يعني 24 ساعة
اللي برضو الجملة المستفزة اللي بتتقال للأمهات بالذات اللي عندها بيبي، هو انت بتعملي ايه طول النهار؟ لا حضرتك انا مش قاعدة طول النهار قدام التلفزيون وجايبة معايا كيلو لب سوري قاعدة بقزقز فيه. انا عندي طفل بيغير بعد كل رضعة، هي بترضع بتقعد يا عيني يا ربي، في الاول بتقعد مصلوبة كده قاعدة ما ينفعش تنام، ساعة الا ربع ترضع على الجنبين في الاول يعني لغاية ما الطفل يتعلم وبتقل، وبعدين تكرع، وبعدين يرجع فتغير هدومها وهدومه، وبعدين يعمل في الاول بيعمله بعد كل رضعة، فتدخل تغير حفاض، الحفاض اللي هو ساعات الاب يبص لها كده اللي هو انت بتوديهم فين، مش فاهمه برضو دي برضو بعض الابهات اللي بتقولك انت بتوديهم فين، ما هي اكيد ما بتلبسهمش واكيد ما بتبيعهمش من وراك وتشتري ذهب، ما هو العيال بتحتاج ده في الوقت ده، هو الواد لو نضيف انا هغير له ليه؟ ما انا هقعد كويسه. فحضرتك هي بتتغير وبعدين تبتدي تنيم، هو نام بتحطه على السرير بيعيط تاني، بتاخده على كتفها وتدخل تخلص حاجات في المطبخ وتنشر وتحطه تسنده يعيط، وعلى ما يعيط تلحق تنشر شوية غسيل، وبعدين تعمل لحضرتك الأكل لأنه أكيد ده لو هو نام ساعة بتعمل لحضرتك الأكل لأن أكيد مش هتقف على البوتاجاز بالبيبي، وبعدين وساعات والله العظيم بتدخل تبتدي في الأكل وهو البيبي بيرضع عشان تخلص. بعدين هي عندها أدوار تانية في حياتها، في أوبريشن بيت، بعض الناس مش فاهمة يعني إيه أوبريشن أو عملية الشغل وتسقاط البيت، قاعدة ايديها برضو في المية الساقعة فاكرة ان البيت ده ما بتعملش فيه حاجة، غالبا دول رجال ليه؟ لان هو ماما ما علمتوش من هو كبير، من هو صغير سوري، ان البيت ده فيه مهام بتتعمل، هو بيدخل الحمام الصبح يستحمى يسيب الحمام زي ما هو، فوطه مبلولة لو حطها على الشماعة يبقى برنس مش حتى لو حطها في الغسالة او فكر الغسيل، يطلع يدور على لبس نظيف يلبسه ويتخانق المكوة اتأخرت ليه، القميص ما فيهوش زرار ليه، يفطر يقوم ويسيب الطبق في مكانه، يطلب كوبايه الشاي وهو قاعد كوبايه الشاي تجيله تحت جنبه، ده بعض الرجاله والله ما كل الرجاله، في رجاله كويسه جدا ومتعاونه جدا وجميله جدا، بس احنا عندنا 70% من الرجاله مش عارف مش ملم باوبريشن البيت قد ايه في شغل بيت محتاج يتعمل، مش عشان البيت يبقى تحفه وانزل الستاير واغسل الحيطان ولا واغسل السجاجيد واشيل السجاجيد، انا بعمل الاوبريشن دي كل يوم كست بس علشان خاطر انت بس تيجي تلاقي الحد الادنى اللي هو مكان عارف تقعد عليه، كومود ما فيهوش تراب بتحط ايدك في التراب، ترابيزه اكل نظيفه ما فيهاش فتافيت، اكله كويسه، مواعين بتتغسل بعد الاكله، عدوا في كام حله بتتغسل في اليوم وكام طبق، عارفين انا بقول الكلام ده ليه النهارده؟ لانه في ناس كتيره مش عارفه قيمه اللي بتعمله، هي حبيبتي بتشك في نفسها، مع الوقت بتبتدي تحس بالعجز انها ولا حاجه ملهاش قيمه ما بتعملش حاجه طول الوقت، حبيبتي انت بتعملي حاجات كتير قوي، كل يوم بيخلص ابنك بيبقى نايم نظيف متطعم في المواعيد بتاعته، ما جالوش التهاب حفاض، ما جاتلوش مصيبه بعد الشر ان هو وقع على راسه ولا بلع بلوه، انت بتحافظي على حياته اصلا ان هو لسه عايش، قاعده بتعملي جلسات عشان الطفل عيان وبتدي ادويه وبتشفطي وبتنضفي مناخير، بتعملي لهم اكله ولقمه نظيفه، على فكره ما حدش عارف قيمه اللقمه النظيفه اللي بتطبخ في البيت غير اللي بياكل اكل شوارع اربع طول الاسبوع، هو ده بس اللي بقى فاهم قيمه الوجبه السخنه وشويه الشوربه الدافيه اللي بياخدها في الشتاء، فانت بتعملي لهم الغسيل، مخك بقى جوه البيت وزيره اقتصاد والله العظيم، عندك شغل كبير جدا، مفاتيح الكهرباء يا جماعه قفلوها عشان انا عندي كهرباء جايه، طب تعالوا نبص على الكارت اتشحن ولا العداد ما اتشحنش، طب السباك جاي لي بكره عشان خاطر بصلح حاجه بايظه، طيب الشهر ده معرفش هنحوش عشان هندفع ايه الشهر الجاي، لا طب انا هلحق ادبق وادخل في جمعيه علشان بعد شهرين العيال دي عايزه تطلع مصيف، طب يلا نذاكر، ما احنا بنستلم العيال يذاكروا حتى لو طفل كبير، ما هو بنستلم نذاكر، بنخلص فطار وانزل لانش بوكس تعالى يكون الغدا جاهز البيت اتروق، يا دوبك سألت على اهلي، ما هو انا برضو ليا وظايف غير ان انا ام، انا عندي ام محتاجه اراعيها وعندي اب محتاجه اراعيه وعندي عيله محتاجه اسال عليها وعندي كيان بني ادمه،
كان ليا اصحاب زمان، اقصى طموحي ان انا مره كل شهر اعرف اكلم حد فيهم. وكلنا واحنا صغيرين كنا بنقعد نتني كده نقول ماما هو انت ليه ما بقاش عندك صحاب؟ انا لما اكبر عمري ما هيبقى زيك، طول عمري هيفضل عندي صحاب. ما كناش فاهمين ان الزمن بيتغير بينا. ان انا وانا في الجامعه لما كان عندي بتاع 20 واحده صاحبتي، غير لما هروح الشغل ويبقى عندي 2 بيحبوني وثلاثه بيكرهوني، غير لما هروح ال 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 اقعد اجازه، غير لما يبقوا انا متجوزه ومخلفه وصحابي لسه ما اتجوزوش وخلفوا، فلسه جملنا ما بقتش واحده زي زمان، ما بقاش في كومن باك جراوند اللي نعرف نتكلم فيها طول الوقت مع بعض. في حاجات كتير بتتغير. الام عندها ادوار كتير قوي بتعملها طول النهار. حط فوق ده العبء الاقتصادي مش قليل والله العظيم، لانه النهارده الحاجه اللي كانت برقم بقت برقم تاني خالص. فعشان الام تقدر تدبق ده، هي بتاخد بالها من كل تفصيله، من اول معلقه السمنه اللي هتحطها في الحله هتغيرها تخليها نوعها ايه، لغايه المدارس اللي في ناس بتمشي من مدارس وتنقل في مدارس تانيه. فالنهارده اللي بيجيب كتب خارجيه، الناس داخله على نص السنه التاني، الكتب الخارجيه بكام؟ اللي عنده عيل واحد بيدفع كتب خارجيه بكام يا جماعه؟ اللي هيودي ابنه يقعد في حديقه عامه على ما يدفع تذكره، وهياخد اكل معاه، هيدفع تذكره وهيدفع العاب للولاد وهيدفع مواصلات رايح جاي. انا بتكلم عشان الناس كلها، ما انا ممكن اقعد اكلمكم عادي، نقعد نتكلم كاننا من عالم اخر وكل واحد يتكلم على مصاريفه هو وظروفه هو. مش كل الناس في نفس الكلاس بتاعك، يعني انا بتكلم على اللي بيتنك او اللي بينتقد، مش كل الناس في كلاس المرتاح، وحتى كلاس المرتاح عنده تحدياته. فكل واحد يحترم تحديات بعض، احترموا تحديات بعض. النهارده احنا بنقعد نقطع في الست اللي هي بترضع صناعي ونقول لها انت ما رضعتيش طبيعي ليه، وحرام عليكي اللبن وحرام عليكي الفلوس. طب ما هي يا جماعه لما بتيجي تقول لك انا عايزه اروح لاستشاريه رضاعه، بتقول لها لا جلسه استشاريه الرضاعه غاليه. طب هي جلسه استشاريه الرضاعه غاليه وعلبه اللبن اللي مش غاليه؟ طب ما هي ابسط حاجه عشان ترضع صح ان الناس تعلمها. مين بيعلمها؟ الممرضه اللي بتقابلها في المستشفى ولا علبه اللبن الصناعي اللي بتاخدها هديه في المستشفى؟ ما هو ده اللي بقى بيحصل في زماننا. ولا اللي حواليها اللي بيجوا بس 16,000 واحد داخل يزورها، وهي يا عيني عايزه بس تستفرد، تقعد مع البيبي تعلمه بس يلتقم صح، يحط بقه صح، تعملها ازاي في وسط الزوار رايحين جايين؟ ربنا يكرمهم، بس الزيارات لازم تبقى بالعقل. وزيارات الامهات اللي لسه عندها بيبيز يا جماعه لازم تبقى بالعقل. ما تبقاش هي لسه والده ما بلاش اسبوع واتنين واجي واتعزم على الغدا واجيب ناس معايا. فين يا جماعه؟ راح فين الشاي والكيك؟ ليه الخروج؟ ليه العزومات كلها غدا؟ ما كان في زمان شاي وكيكه لذيذ كده بنقدمهم للضيوف ونقول لهم شكرا ويقولوا لنا باي باي. مين اللي المفروض يجي؟ المفروض اللي يجي الناس المحترمه اللي تيجي تطبق معاكي الغسيل، تقول لك قومي يا حبيبتي غير لك الملايه، انشر لك شويه الغسيل اللي انت مش عارفه تنشريهم، اقوم اعمل لك شويه شوربه. بنفتكرها كل حاجه حلوه واحنا والدين بنفتكرها، وللاسف الحاجات الوحشه اللي بتحصل وقت الولاده بالذات بيبقى صعب تتنسي. طب انتي خلصتي ضغوط شغلك، ضغوط بيتك اللي محتاجاه تعمليها، ضغوط اجتماعية عليكي، ضغوط مادية عليكي، خشي بقى في الضغوط النفسية. ما هو النهاردة حجم الناس اللي متضايقة تعبانة نفسيا كام في المية يا جماعة؟ قارنوها بأيام جداتنا. جداتنا دول كانوا رايقين، كانوا بيصحوا الصبح والله عندهم 5 عيال وست عيال بس كانوا رايقين، مع ان كانوا بيعملوا شغل بيت اكتر بكتير مننا. كانت بتغسل على ايديها، كانت مثلا كانت حياتهم في حاجات كتير صعبه، ما كانش فيه المكنسه، ما كانش فيه معرفش، ما كانش فيه تلاجه. انا جدتي زمان ما كانش عندهم تلاجات غير دخلت بعدين، فحياتهم كانت الى حد ما معقده كشغل بيت، انما كان بالهم رايق. ليه؟ في حاجات هو ضامنها، في حاجات هو مرتاح لها، في حاجات في حاجات كتير الناس بتعلمها لبعض احنا ما بقيناش نعلمها لبعض. احنا كترنا وضغوط الكوكب كله علينا صعبة، وفي ضغوط صحية علينا صعبة. احنا عشنا سنتين كورونا جالنا تروما،
لغاية النهاردة كل شتاء بندفع تمنها مع مناعة الولاد ومع تحورات لفيروسات وحاجات كتير. العيال بقت بتتعب أكتر من زمان. فأنا ما ينفعش أجي النهاردة أقعد بكل أريحية وأقول للأم إيه، والله لو مش قادرة أتعالج الخلفة ما تخلفيش. لا والله، ما كلنا خلفنا. أمال هي مش مسابقة يا جماعة، يعني هي مش بنعلي على بعض، أنا عندي ثلاثة، لا ده أنا عندي بقى خمسة يبقى أنا أصعب. إحنا مش بنعمل مسابقة مين أكتر بني آدم بائس. هو أنت لسه شفتي حاجة؟ دي أوحش جملة ممكن تتقال. أنت لسه شفتي حاجة دي محتواها إيه بقى؟ أنا عايزة أقول لواحدة، أوعي تكوني فاكرة إن اللي أنت فيه ده وحش، ده لسه فيه أوحش كتير قوي. طب ممكن تقولي لي لو أنا إنسان سوي ليه ممكن أبقى عايزة أقول لحد كده؟ أنا قعدت مرة أحللها أفكر فيها، فلقيت لها تفسير إن هي بتبقى عايزة تقول لها إيه؟ أمال لو شفتي اللي جرالي، يعني هي من جواها عايزة حد يطبطب عليها هي كمان. طب ما تيجوا نسيب اللي احنا مختلفين عليه، الكوكب مش ناقص اختلافات، كوكب فيه ما يكفي من الضغوط وتصرفاتنا متفقين يجي على 1000 حاجة، 1000 حاجة، مختلفين على 20 30 حاجة. ليه طول الوقت ماسكين في 20 30 حاجة؟ ما تيجوا نجرب نتفق. ما تيجوا نجرب لما نقعد قاعدة احنا وامهات تانية. معلش انا اسفة، ده الانترنت بس انا خلاص هقفل. بدل ما نتخانق تعالوا نجرب نتفق، تعالوا نجرب ندور على الحاجات اللطيفة اللي ممكن نتكلم فيها. لا خلاص بلاش نتخانق، بلاش نعلي على بعض، احنا مش في مسابقة مين اتعس واحد. بلاش ننظر من بعيد. عارفة الطف حاجة ممكن تقوليها لحد ايه؟ واحدة جاية بتفضفضلك، هي مش عايزة منك حلول، هي عايزة تفضفضلك. وحش قوي ان في الزمن ده الناس بقت تبعت لناس ما تعرفهاش او تروح تدفع لدكاترة ما تعرفهاش عشان تتكلم، عشان الكلام بقى بيشوك مع الناس اللي نعرفهم. اسمعيني انت كصحبة كأم كعيلة كأهل كزوج، مطلوب بس تسمعوني من غير احكام، من غير ما بخايفة اتهزق او اطلع مقصرة او بتدلع. انت عارفة انتوا لو سبتوني اقول اللي عندي لاخره، انا من نفسي اللي هوصل للحلول، وانا من نفسي اللي هغلط نفسي لو انا غلطانة، وانا من نفسي اللي هرجع استغفر ربنا كده على اي حاجة وحشة عملتها واقوم، عندي طاقة اقوم. الناس جعانة للحنية في الزمن ده، فاللي عايز يمسك الام يديها بقى عنده طاقة كده مكبوتة وعنده شوية علم فرحان بيهم، وعايز يضغط حد يتعالج يهدأ يبقى كويس واحسن وبعدين يجي، عشان احنا مش تراش. احنا كأمهات مش تراش، كل واحد عنده طاقة سلبية يجي يرميها علينا ويقولنا انت مهملة، انت يا ست هانم، انت يا اللي معرفش مين ويمشي. احنا مش السلة اللي بترموا فيها قرفكو، احنا ناس محترمة، كلمونا عدل، اتعلموا تكلمونا عدل، وانتوا علمتوا الناس تكلمكوا عدل، عشان اللي بيكلمكوا حلو بتحطوه في اعلى حتة، اللي بيكلمكوا وحش ما بتروحلوش. الدكتور اللي يهزقك ما يحترمكيش ما تروحيلوش تاني. انت بتروحي له ليه؟ هو مش يعني هو مش ايه؟ هو ما خدش دور اكبر من دوره، هو مش الملاك الواعظ، هو دوره يكتب علاج ويديكي وصفات طبية ويساعدك، ولو انت بتعملي حاجة غلط ينبهك انها مش صح، مش دوره يربيكي. مفيش حد مخول له يربيني غير ابويا وامي، فاللي ما يحترمنيش ما بتعاملش معاه. الحياه ما بقتش مستحمله ده. وعارفه مين اقسى حد عليكي؟ هيجي في دماغك ناس كتير، صحاب، اهل، ما اعرفش مين، اهل جوز، ما اعرفش حاجه كده. اقسى حد عليكي نفسك، لانه اكتر حد المفروض ياخد باله منك هو نفسك. اوعي تستني حد ينقذك او ياخد باله منك، انت خليكي حنينه مع روحك بالليل. انا وحشه، انا اتخانقت، انا عملت كذا مع العيال. طب بالراحه، انت هل انت وحشه على طول؟ لا مش في كل حاجه، ما انا اكيد عملت كام حاجه حلوين النهارده. طب عملتي كام حاجه حلوه وكام حاجه وحشه؟ عديهم، اتعلموا تفكروا عملتوا كام حاجه حلوه. انا لو طلبت منكم مش هتعرفوا تكتبوا الحاجات الحلوه اللي بتعملوها، كل حاجه صغيره حلوه، الحضن والبوسه، ما هم ده اللي بيطلع عيال اسويه مش مجانين. اللي احنا بنشوفه في دلوقتي في الضرب واللي بيحصل من اكتوبر لغايه النهارده، ما هو بسبب ايه؟ بسبب شويه مرتزقه ومتخلفين عقليا راحوا احتلوا بلد وقعدوا فيها
وهم ما معقدين نفسيا، عندهم احساس بالدونية وبيحاولوا يركبوا اي حد. فانا لما بحضن عيالي وابوسهم واقول لهم حاجة كويسة وحبيبي ما تضربش القطة، طب ما انا كده طلعته بني ادم كويس. كل حاجة يا حبيبي، ما خدت القلم ده من مين؟ ده قلم صاحبك؟ لا رجعه بكرة، احنا ما بناخدش حاجة حد، رجعه وانا هشتري لك قلم احلى منه. طب ما انت بتطلعي واحد بعد كده لما هيكبر مش هيبقى موظف بيفتح الدرج مرتشي، هيبقى راجل محترم. ما انت اللي بتعملي واحد محترم، وانت اللي بتعملي ست محترمة. مش مهم بيشتغلوا ايه، المهم انها ناس شبعانة، زي ما يقولك شبعان على طبلية ابوه. والله العظيم بحبها اكتر من كل الحاجات اللي بتتقال اليومين دول، كلاس ايه وكلاس بي وكلاس سي، وقاعدين يصنفوا الناس في كلاسز. وندخل انستجرام، انا انستجرام بيجيب لي حموضة، ما بحبوش. كله ناس مبني على بيزنس، كل واحد يشوف ناقصه ايه وبيحلم بايه ويقعد يتفرج عليه عشان يحس ان هو ناقصه حاجات كتير قوي فيزعل قوي او يسرق. قليل قوي لما بتلاقي على انستجرام كونتنت او محتوى طبيعي بني ادميني بيحترم البني ادمين. ما كانش فيه يا جماعة زمان كلاس ايه وكلاس بي وكلاس سي، كان فيه شبعان على طبليه ابوه، اسمها كده شبعان، اصله عنده اصل، هو ده المطلوب. غني فقير ملهاش علاقة، اتعلمناها غلط. بقينا دلوقتي بنقيم الناس بالاكسنت والانجليش. انا في واحدة بتقول لي انت ما ينفعش الجروب اللي انت عاملاه، في جروب عندنا على الصفحة، ما ينفعش الجروب اللي انت بتعمليه يبقى الناس كده، لازم يبقوا كلاس ايه. قلت لها يعني انا اروح اعمل لهم ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ معلش، اروح اشيل ناس لمجرد ان هي بتكتب بالعربي وكتب اساميها بالعربي؟ احنا خلاص اتهبلنا؟ ده بيسموه ايه ده؟ ايه، تطهير لغوي؟ يعني بيسموه ايه والنبي؟ وانا ما اقدرش اتكلم بالفرنساوي وبالانجليزي وبالمعرفش ايه، واقعد الوي بقي واتصور من حتت يا الناس تحس انها معرفش مين. طب انا هكسب ايه؟ الناس وهي بتتفرج عليا تبقى مأذية، تبقى حاسة ان هي ناقصة حاجات كتير، تبقى قاعدة بتفكر انه هي كده مقصرة. طب انا هستفيد ايه؟ ده انا كده بقى معقدة نفسيا. هو مش احنا امهات؟ خلاص انا قلت لها، هي الصفحة والجروب دول بتوع امهات، انا ماليش دعوة بتتكلم انهي لغة، ماليش دعوة جاية من انهي بلد، ماليش دعوة دينها ايه، ماليش دعوة معتقداتها في الحياة ايه، توجهاتها ايه، انا مش جايباها ربيها. انا دوري اللي انا اعمله مش هي، انا دوري اوصل لها المعلومات لو هي بتدور عليها بشكل يحترمها كبني ادمه. هل من احترامي كبني ادم ان انا اميز الناس مين كلاس ايه ومين كلاس بي؟ يا جماعه دي حاجات اتعملت عشان اللي بيبيعوا سلع يبقوا عارفين بيبيعوها لمين بالاسعار، ما اتعملتش عشان الناس تخاطب بعض كده ولا تحلم بكده، ولا يبقى اقصى طموحك في الايام اللي احنا فيها دي ان انت عايزه تجيبي شنطه تعمل لك تمسك، امسك شنطه، ما بقاش يقول اشيل شنطه، بقى يقولوا امسك شنطه. ليه يا حبيبتي؟ ليه تمسكيها في ايه؟ امسكها عشان تعمل لي منظر، تعمل لك منظر ليه يا حبيبتي؟ الشنطه دي شويه جلد، انت بني ادم، انت اللي عامله لها قيمه. كانت ايه الشنطه دي؟ شويه بتاع جلد مرمي، شويه فرو مروي مرمي على الارض، وخدوها وظبطوها وادوها لون ولمعوها، فبقت حاجه اهم منك انت بكل مخك بكل تصرفاتك بكل السكيلز والمهارات اللي عندك بكل القدرات اللي تقدري تعمليها. انت بتطلعي من تحت ايدك اجيال بني ادمين يغيروا بكره اللي احنا قاعدين مكتئبين عشان ما بيتغيرش، زعلانين عشان خاطر اللي بيحصل لاخواتنا، زعلانين عشان طب ما انت يا حبيبتي اللي بتطلعي اللي جاي، ما اللي جاي ده هيطلع بايديك انت. تقومي انت فاكره ان الشنطه دي اللي هتجيب لك قيمه؟ بصوا انا عشان لازم اقفل، انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس، الهدف من اللايف ده اولا انك تحسي انك مش لوحدك، ان كل حاجة حسيتي بيها وضايقتك هي ضايقت ناس غيرك. انت عندك حق، عندك حق تحسي. مش من حق حد على فكرة نفسيا يقول لحد اصل ما كانش المفروض تحس كده. لا انا ممكن اقول ما كانش المفروض تعمل كده، بس ما اقدرش اقول ما كانش المفروض تحس كده. عارفين ليه؟ عشان ده احساس، محدش يقدر يختار بيحس ايه ولا لا، انما نقدر نختار بنعمل ايه. احساسنا ما يخليناش نعمل حاجة غلط، انما انت بتحسي، انت مش ملامة انك تحسي انك زعلانة او تعبانة او مجهدة او مضغوطة.
ده حقك، حسي اللي انت حساه، حقك تتسمعي من غير ضغط، ولو ما لقيتيش ده فضفضيه حتى لو على ورقة او على فويس نوت، على تسجيل صوتي. اقفي بعبعي وانت بتغسلي المواعين، خبطي في الاطباق وبعبعي، طلعي اللي جواكي، فضفضي. ده الحل اللي يخليكي لما يجي الطفل من المدرسة يبقى عندك طاقة تسمعيه وهو بيتكلم. انما هيجوا يقولولك اول ما يجي الطفل وتبقي عايزه تتعصبي عليه، خدي نفس عميق وفكري في معرفش ايه وقولي له كذا بدل ما تقولي له كذا. العيب مش في العيال، ولا العيب في الطريقه اللي بنوجه بيها العيال. انا لو هاديه هعرف اتصرف مع اولادي، انا ادرى واحده بيهم. المشكله ان انا مش هاديه، انا تعبانه، يبقى فرغ بقى لايه؟ حله الضغط. احنا كلنا، انا اسفل الصوت ده، بس تقريبا مستشفى فيها بيجربوا الفاير الارم فعامل جرس. الخلاصه اللي انا عايزه اقولها لك، لو انت مضغوطه وتعبانه، في سلسله على يوتيوب اسمها طبطبه، حطها فيها بتاع، فيها بتاع حاجه و20 حلقه او حاجه و30 حلقه، صغيرين، اسمعيهم، لو هيساعدوكي تبتدي تفكي الضغط اللي جواكي. عشان خاطري ما تبصيش لحد، ما تصدقيش حياه حد. النهارده انا طالعه لك في اللايف بالكادر اللي انا طالعه فيه، لو جيت يمين في بيتي او شمال مش هتلاقيه زي الباقي. هخبي غسيل ورايا بس مش قادره اوريكم الغسيل المطبق، هخبي شخبطه العيال هنا على الحيطه وهجيب لك المنظر الجميل. فما تبقيش عبيطه، افهمي ان كل واحد بينشر لك افضل غسيله. ما تقارنيش نفسك بحد. انا مش عايزاكي تسابقي مع اي ام تانية، مع اي بني ادم تاني. الوحيد اللي تسابقيه نفسك. انا النهارده احسن من امبارح، النهارده اتصرفت معاهم احسن من امبارح. الكمال لله وحده، ما تحاوليش تبقي كامله لانها مش هتحصل، مش هتحصل. المهم بس تبقي انت صادقه مع نفسك ومرتاحه نفسيا. وانا اسفه ان انا ما فيش وقت تاني للاسئله، بس انا هعمل لايف اسئله، وكل مره وانا بقفل بقول الكلام ده، ما بعملش لايف اسئله، فانا اسفه. بس انا كمان واعده الناس على انستجرام ان انا لازم اعمل لهم لايف اسئله، لانه بيسالوه كتير جدا وما بلحقش افتحه. فانا هعمل لايف اسئله واسمع، ولو عايزيني اتكلم في حاجات شبه اللي انا بقوله ده اكتبولي، اكتبوا في التعليقات وانا هبص. اكتبوا قولولي باكينام احنا عايزين موضوع كذا، احنا عايزين نتكلم عن العصبيه، احنا عايزين نعمل جلسه فضفضه كل اسبوع، احنا لا مش عاجبنا الموضوع ده، خلينا في المواضيع العلمية احسن. اللي انتوا عايزينه قولوه. في الاخر انا مش همشيكوا على كيفي، انا بفتح اللايف عشانكم، عشان انتوا ترتاحوا. فاللي انتوا ده عايزينه انا هعمله وانا مبسوطة. ربنا يبارك في الولاد ويقويكوا. واقول لكم كليشيه بتاع كل مرة، انت ام جميلة، مالكيش دعوة بحد، خليش حد يزعلك.